معاه هاني خيري المساعد رقم واحد، ومعانا محمد محمود لطفي المساعد رقم اثنين. محمد العتباني كان حكم رابع، على الفار كان الحكم الكبير المخضرم محمد الحنفي، وكان معاه محمد التابع. حالات سريعه كابتن، اللي هي الحالات المهمه كابتن شريف، مش هنجيب حالات كتيره، ونشوف الحالات اللي هي الموجوده معانا. اول حاله هنا نشوف هنا قد ايه التعاون اللي موجود من محمد محمود لطفي في حاله هنا تسلل، هو انا سمح باستمرار اللعب الاول، هو ان الحاله موجوده تسلل موجود، زي ما قلنا هو بيأخر شويه الرايه عشان النهارده لو في منها هجمه خطيره يقدر ان هو الفار يراجع معاه. هنا طبعا التسلل موجود وقرار الحكم في التسلل محمد محمود لطفي كان قرار سليم بالتسلل. دي اول حاله كانت معانا. نروح للحاله الثانيه، عندنا هاني خيري مساعد رقم واحد، وهنا على طول بتكنيك رايه عالي جدا جدا بيتعاون مع الحكم في قرار احتساب المخالفه، والمخالفه موجوده بحي عليها هاني خيري. وكان هنا يجب النهارده زي ما هاني اديت انت الانذار، كان يجب النهارده زي ما اديت المخالفه كان لابد انك انت تدي للحكم الاشاره بالانذار يا كابتن عادل. احنا شايفين دهس على القدم، وكان يجب عليك يا هاني على الرغم انك انت اديت المخالفه بشكل صحيح، كان يجب عليك انك انت تشير للحكم على البطاقه الصفراء، هي تستحق هنا البطاقه الصفراء. نيجي لحاله، حاله مهمه جدا جدا، ونشوف هنا هل هناك في مخالفه او في ركل من لاعب نادي الاهلي ولا لا. الزاويه واحد بيلينا الزاويه اللي جايه دي هتبين جدا للاعب. هو طبعا هنا ذكاء لاعب نادي المقاولين كابتن، هنا بنشوف هنا الذكاء هو ان اللاعب حط جسمه اوريدي. انا كمدافع انا جاي يا كابتن شريف هاجي لك. انا كمدافع بحاول العب الكره كابتن عادل، بحاول العب الكره، لم انجح في لعب الكره، توقيتي في اللعب اعتقد كان متاخر سنه، وبالتالي حصل ايه؟ انا حسينا هنا في ركل هنا من الرجل الشمال في القدم هنا اللي خلت القدم اللي هي فوق الكره تختل، وبالتالي هنا شايف ان حتى لو ركل بسيط هنا في مخالفه تستوجب ركله جزاء، خطا باهمال طبعا نتيجه خبره لاعب النادي الاهلي، وهو مش شايف اللي جاي مين، ولكن احنا بنتكلم في الخطا، الخطا موجود بارتكاب المخالفه. نروح للمخالفه اللي جايه، ودي هقف عندها شويه كده يا نادر، لان دي حاله من الحالات يعني انت كان يجب عليك اولا تصفر عليها وبعدين ترجع للفار. شوف هنا يا كابتن، هنا هنمشي الكره ترتد، وقلنا في فرق بين الارتداد يا كابتن اسامه كابتن ماهر واللعب. اللعب يستمر اللعب، لو انا بلعب ثم من رجلي جت في ايديا يستمر اللعب. هنا في ارتداد، وهنا الايد واضحه جدا جدا يا كابتن عادل، كان يجب عليك يا نادر انك انت في تمركز رائع، كان يجب عليك انك انت حتى بدون تدخل الفار كان يجب عليك انك انت تشير، يمكن ما عندكش يقين هي جوه ولا بره، ولكن كان الفار كان هياكد لك المخالفه. ركله جزاء ووضع اليد، طبعا وضع الايد واضح والايد مكبر. الغريبه كابتن ايمن هنا ان هي اللعبه خدت 4 دقائق، حاجه كتيره جدا، فتره كبيره جدا، كتير جدا في حاله سهله، حاله من حالات ركله جزاء يا كابتن ماهر. الايد طالعه وهي داخل منطقه الجزاء، خد كتير قوي قوي نادر، ولكن عزائنا ان هو خد القرار الصحيح في النهايه وخد وحسب ركله الجزاء. لحد كده جميل جدا جدا جدا. يا جماعه احنا بنقول لحكامنا مش بس تحسب كابتن ركله الجزاء، هناك تنفيذ ركله الجزاء. تعال بقى نشوف التنفيذ. احنا قلنا التنفيذ هنا دي شغله الحكم كده. نشوف الحكم هنا. ماشي. نشوف ستوب. ستوب. في لعيب دخل من المول العرب هنا ولاعب نادي الاهلي هنا. طيب. القانون بيقول يا كابتن ايمن سواء دخلت او الحارس صد او خرجت خارج ميدان اللعب تعاد. تعاد. طالما لاعب من النادي الاهلي لاعب نادي المقاولين دخل اثناء التنفيذ هنا اللعبه تعاد يا نادر، وهنا الفار ما قدرش يتدخل، دي شغله نادر. شغلته. احنا بنقول هنا حاجه جميله جدا، من فضلك يا حكم انا تمركزي هنا للاسف مش صح. لابد ان ارجع خطوتين ورا يا كابتن عادل، ارجع خطوتين ورا هنا اكشف كل اللعيبه بحيث ان لحظه التنفيذ اشوف مين دخل صح ومين دخل. طبعا هو نادر هنا سابق، لاعب هنا سارق وهنا لاعب سارق، هنا لم يشاهد اللاعبين دولت اثناء التنفيذ. انا شايف ان هنا كان يجب اعاده تنفيذ ركله الجزاء. كابتن سريعا في التحضير قبل المباراه بين حكم المباراه والمساعدين، احيانا لما بيقول له لو في مثلا ركله جزاء
انت عينك على اللي هيخش الاول وانا هيبقى عيني على الجول مثلا. تمام. هل هنا مفيش تنسيق بين الحكم ومساعد الرايه؟ ممتاز يا كابتن، سؤال ممتاز. هنا المساعد هنا دوره ايه؟ دوره جول. اولا حارس المرمى كابتن عادل لما بيتحرك كويس، وهل الكره عبرت خط المرمى ولا ما عبرتش؟ ده دور المساعد. كويس. فيما يخص تدخل اللاعبين اثناء التنفيذ حكم شغله الحكم وليس الفار، وانا بقول هنا كان يجب اعاده ركله الجزاء صح. اللي هي بتاعه لاعب النادي الاهلي. اخر حاله معانا اللي هنا هنشوفها، وهل في مخالفه هنا بالايد من لاعب النادي الاهلي ولا لا؟ بنشوف هنا الهجمه، عمار عمل حاجه جميله جدا وعمل اوفر وراحت، وهنا يمكن في اللحظه الاولى احنا قلنا ان مفيش مخالفه، ولكن هنشوف في الاعاده هنا كابتن ايمن. هنا اللاعب النادي الاهلي الشاب الرائع دوت لو كان ساب الكره خالص هو حتى كانت هي من غير اي شيء كانت هتخش المرمى، ولكن طبعا ايده كانت سابقه، وهنا القانون بيقول ان لا يجب ان يجي هدف يا كابتن عادل وتكون الايد موجوده سواء كان في تعمد او ما كانش في تعمد. هنشوف هنا الايد، هنا الايد طبعا واضحه جدا جدا، وهنا الفار طبعا لحق الحكم في عدم احتساب الهدف، وكان لو الفار مش موجود كان الهدف ده كان ممكن يتحسب بشكل عام. بشكل عام تاني بقول النادي الاهلي شباب بحييهم، هي طبعا حاجه رائعه كابتن شريف جدا جدا، نتمنى طبعا استمراريه هذه التجربه المفيده. ايضا بحيي طاقم التحكيم النهارده اخطاء لا تذكر، وبالتالي بالتوفيق للجميع في المباراه القادمه. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم المتميز دائما كابتن ناصر عباس، امتعتنا. شكرا كابتن ايمن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه شباب الاهلي والمقاولون العرب في الجوله الثالثه لكاس رابطه الانديه المحترفين، والتي انتهت بالتعادل ايجابي 1-1. كل التوفيق للنادي الاهلي المباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومي الكبار اللي شرفوني وامتعوني النهارده، كابتن ماهر همام. شكرا كابتن ايمن. شكرا حبيبي. شكرا كابتن اسامه عربي. الف شكرا كابتن امتعتنا. شكرا كابتن شريف عبد المنعم. الف شكرا كابتن امتعتنا. ميرسي يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا كباتن كابتن عادل عبد الرحمن. الف شكرا كابتن، الله يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.